احرص على خوة الطيب ومشتاق له، حيث إن هي جرت عليك ظروف الزمن فزاعي، وأحب خوة الرجال اللي مثل السيوف المطلة، خوة الذهب ما هي بخوة كسب الأطماعي، وأحب الرأي السديد إذا جاء في محله، أفيد واستفيد ويستفيد كل سماعي، وأحب المجلس اللي فيها حديث ودلة، قال الله وقال الرسول وأمره طاعي، وأكره كثرة القيل والقال في كل ملة، ما هو بطبع لي ولا لي فيها أطماعي، والطيب عز للرجل وتاج النشله، سيف بين النشامى يسله طويل الذراعي، ومن طاوع الوقت الحاضر في غير حله اصبحت فعوله الماضيه ما لها داعي، مثل من يعمل المعروف في غير محله ويصير معروفا في غيرها لله ضياعي، وكل شويره رايه ورايه يدله، وكل نجاري وقته حسب الانطباعي، وقت ما خلل وبينت فيه الخله مثل موج البحر سريع الاندفاعي، اما تطاوعه وتمشي بظله وتصبر على ما جاك والعمر ضاعي، ان كان ما تعمره بطاعه الله الاخير في حياه تاليتها الوداعي. سلامتكم.